الكشافين الحقيقيين جابوا لنا لاعبين بالتعليقات، اليوم راح نراقبهم ونشوف ممكن نشتري من عندهم. لكن لاعب وحيد كتبتوه بالتعليقات واجد من عندكم كتبوه وهو ابن عم هالاند، ما لقيته. فكتبوا لي اسمه صحيح يا شباب لان ما جاي القاه في فيفا، حاولوا تلقوه في فيفا يلا تكتبون اسمه، يعني ما موجود عندي. ميزانيتنا حاليا 2 مليون بس. احنا بشهر سبتمبر عندنا اهم مباراه اليوم ضد ليفربول، اي نعم اتوقع هذه المباراه بكاس الامارات. اما ترتيبنا بالدوري فاحنا بالمركز السابع، عندنا 14 نقطه، المتصدر عنده 21 نقطه، الفرق بيننا وبينهم 7 نقاط. السلام عليكم، هلا والله بشباب، حياكم الله، مقطع جديد. اليوم اريد نوصل اكثر من 10000 لايك مثل الحلقه اللي راحت. شكرا على الدعم الحلقه اللي فاتت، يلا ضغطوا زر اللايك وخليني استمر بسلسلتنا. واذا انت جديد يا صديقي على القناه اتمنى تنزل وتشترك بالقناه، ما بقى شيء على ال 500000 مشترك. مقطعنا لليوم مثل ما شفتوا بالبدايه المقدمه كانت عن اللاعبين اللي جبتوهم انتم. هذا اللاعب طوله عجبني حيل حيل، عجبني الطول، 194 وايطالي ومدافع يلعب بنابولي، معناته رهيب. ايش راح نسوي؟ راح ننتظر المراقب، راح نشوف سعره، وممكن اذا ما قدرنا نشتري ممكن نجيبه على سبيل الاعاره. تردون اطور فيجا بالقدم الضعيفه، معناته لازم نطوره كصانع العاب متقدم حتى تزداد عندنا القدم الضعيفه حبه، وانا اشوفها فكره جيده يا شباب. 8 اسابيع شهرين بس وراح تزداد القدم الضعيفه، واتوقع راح يتطور اللاعب بالطاقه لما تزداد القدم الضعيفه، وراح يغلى سعره، وهذا المطلوب، ارتفاع سعر اللاعب. حاليا عمره 25 سنه وهذا ثروه اللي موجوده في فريقنا. بالنسبه لماديب ولحد الان مصاب للاسف، اصابته اتوقع تطول شوي يا شباب، 6 اسابيع يلا راح يكون جاهز عندنا اذا تشوفون قدامكم، كتف مخلوع نوع الاصابه، بس مو مشكله، ديفيز ان شاء الله راح يعوض بعض المباريات. هسه الفريق اللي راح نلعب ضده عنده 7 نقاط، احنا عندنا 14 نقطه، هذا النوع من المباريات لازم نسوي لها محاكاه حتى نمشي سريع بالسلسله، بس خلينا ندخل نشوف تشكيلتنا شلون راح نلعب، خلينا ننزل باقوى تشكيله ونشوف الفريق. اوكي، اول هجمه راح تكون انه ان شاء الله ما نطلع تعادل بس، ويا رب ركز، هذه الهجمه المفروض جول، استلم ومرر، حلوه، يلا يا عمري، الله 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 الله، يا سلام، هدف اول، نتقدم جيد، ماتيز تيل تمركزه صحيح، استلام من جيتينيز، تمرير، هدف، هل يسجل الان تيل؟ الله، لا لا لا، ماتيز تيل لا، حلوه يا عمري، هدف ثاني، 2-0، والله للياس الحلو بي يا شباب، انهاء رهيب، انهاء مرتب دائما جايكون. خلصت المباراة الأولى، هدفين خلصنا عليها، شيء ممتاز. اوكي، هذا اللاعب عندنا بعناية يا شباب، بس السعر ما كان مقنع للإدارة، مو مشكلة، هو المفروض احنا الإدارة يعني. هسه عندنا مباراة ليفربول بالكاراباو وليس كأس الإمارات، مثل ما تشوفون المباراة بالأنفيلد على ملعب ليفربول. الله يستر والله، الله يستر من المباراة هذه الصعبة. ننزل بأقوى تشكيلة عندنا أكيد، الشوط الثاني نسوي تغييرات، والمفروض كنت أريح اللاعبين بالمباراة اللي راحت لان هذه المباراة حرفيا صعبة، ليفربول يا ولد. زدت الوقت الى 7 دقائق حتى نستمتع بالمباراة، انتم راح تشوفون بس الفرص، بس حتى نستمتع يا شباب فرص اكثر. المهم ضد ليفربول باضعف فريق يا حبيبي، مباراة صعبة، فريق من الدرجة الثالثة، صار له سنتين مجرد من انشئ الفريق او سنة واحدة بس راح يواجه ليفربول بهذه التشكيلة. منو راح يسجل على ليفربول؟ هدفنا التسجيل على ليفربول، منو راح يسجل؟ احاول العب دفاع يا شباب، احاول اني ما اندفع بقوة حتى لا القم، يعني نحاول قدر المستطاع، ها ممكن، يلا الله 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 الله، اصعد تصعد على الطرف، حلوه، تعال جيتينيز، يا سلام، ماكو اوف سايد، اصعد اصعد يا حبيبي اصعد، الله الله، ركنيه انه، اوكي دقيقه الاولى، راح ارفعها على طريقه الدربكه يا شباب، هي واحد، الله، ركنيه، خلينا نعرضها هذه المره بصوره صحيحه، واحد بالراس، يا عمري، يلا حطها، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على ليفربول، يا سلام، ماركوس الونسو اول اهدافه، اول اهداف ماركوس الونسو يا ولد على ليفربول بالخبره. يلا مصطفى هدي هدي هدي، بعدنا بالدقائق الثانيه او الثالثه، لازم تركز على الفوز بالمباراه وليس التسجيل فقط، مستهينين بينا ونازلين تشكيله احتياطيه، راسيه الاولى من جيتينيز والثانيه من ماركوس الونسو بالراس، يا عمري على الجول، حلوه، هذا من عندهم فيراتي؟ اعتقد مشترين فيراتي، انا ما شفته والله بالتشكيله، ممكن يكون فيراتي هذا. حلوه حلوه الونسو، حلوه الونسو لاعب الخبره، يلا 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 يلا، روح روح يا فيجا روح يا عمري، يلا الثاني، الله 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 الله، يا سلام،
الخدمة. الله عليك يا ولد، الله عليك على صعوبة مطلق يا شباب جاي يلعب، لكن ليفربول منهار، نازلين بتشكيلة احتياطية وجاي بالعون. يا سلام فيجا، هجمة مرتدة هذه المرة وحطها بالجول يا ولد، حطها بالجول. ركز مصطفى ركز، تراهم أقوياء والله، لو كنت أعرف راح تقدم نتيجة 2-0 كنت خليت الوقت 3 دقائق بس يا شباب، حتى تخلص بسرعة المباراة. والله المباراة وقت طويل، هسه بعدنا بالدقيقة 8. الله يستر، خطير نونيز، حلو حلو يا حارس، رهيب. ياس ياس يا سلام، هي الله، لا 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 لا، والله مو طبيعي مو طبيعي اللي جاي يصير بهاي المباراة، والله جاي يلعب على سرعة مطلق. صدق صدق ما صدق كيفك يا صديقي، يا ولد يا ولد يا ولد، ركز مصطفى ركز، والله راح ان شاء الله تصير نتيجة تاريخية. شوف يا ولد، شوف الياس، العب يا حبيبي العب. يا سلام، انهيار والله لليفر، مفاجئة مدوية هذه. دقيقة 13-3-0، وش هذا مصطفى؟ ركز ما يخالف، حتى 3-0 والله انا خاف يا شباب الصراحة، لين مرة صارت بي وخسرت لازم اركز. خطير، عالي 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 عالي، منزل نونيز، نونيز جاي يضيع يا ولد. حلوة 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 الدفاع، يا سلام، حلوة حلوة حارس، يا سلام عليك. الدقيقة الثالثة 3-0، ممكن نضيف هدف رابع ترى من هجمات المرتدة، لأن أحس ليفربول استهتروا حيل يا شباب والفريق شبه منهار. حلوة، لا 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 لا، لو عدي الكرة أرجع أرجع شباب أرجع. يا سلام، العاب فيجا، لا كان الهدف الرابع يا مصطفى، كان الهدف الرابع يا الله. ياس يا سلام يا عمري، هي الله، انهيار انهيار ليفر، انهيار دمار شرار، هذا فاينل يا حبيبي شرار. يا سلام، هدف، كم الهدف؟ الهدف الرابع على ليفربول بالشوط الاول، مفاجئة مدوية يا عمري بالكرباو. كلوب يعاني، كلوب يعاني، بابا 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 بابا، جول فيجا 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 فيجا، قلت لكم هذا مو فيجا، هذا وحش بيجا يا حبيبي. الله يستر الله يستر مصطفى، يعني مثل ما سجلت في 30 دقيقة 4 أهداف يقدرون يسجلون 6 أهداف في 30 دقيقة يا نونيز. يا سلام يا حارس، اي يا شباب والله يقدرون يقدرون، هذا هذا كلوب المجنون يقدر. شيل شيل، حلوة 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 الدفاع، ركزوا شباب ركزوا لي على ابعاد الكرة اهم شيء. خطير، الحمد لله ما شات، هذا نونيز حمار والله، الحمد لله ما شات. خطير، عالي 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 يا فان دايك، تهستره والله. لا حارس، لا 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 لا، لا تقليص الفارق بالشوط الاول، مصيبة علينا يا ولد مصيبة. اوف اوف، يفرح بعد، يفرح افرح افرح افرح، ان شاء الله سجل الخامس يا رب. مصطفى ركز ركز، اذا تريد تسجل لازم تركز. حلوة، ماركوس الونسو، وقف على كورتك، لا لا تمريرة سيئة والله. اوف اوف اوف، نونيز خطير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، صدقوني هذا ما يعرف يلعب يا عمري. روح جيتنز العب، لا 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 لا، ماكو حد يا عمري يا عمري على الدفاع، روح روح جيتنز، خلاص الشوط الاول ينتهي. شوط اول صعب علينا، الشوط اول متقدمين 4-1 وانا قلت لكم صعب يا شباب لان ليفربول، هذا الشوط الثاني راح يكون ناري. شكرا فيجا على الاداء العالمي بالشوط الاول، الله يستر. يلا بدايه الشوط الثاني، انفيلد بالانفيلد يا حبيبي بالانفيلد، و4-1 الشوط الاول، الله يستر. خلينا ساكتين، لا تفرح الا تنتهي المباراه، فوز بهاي المباراه عباره عن بطوله بالنسبه لنا. خطير يا عمري يا عمري يا حارس، تحرك اللاعبين في الخط، حلوه 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 ماركوس الونسو، والله لو انا من الكلوب اطلعها. هذا نونيز، نونيز جاب بي العيد والله، دمره دمر كلوب الصراحه، مقفله مقفله يا نونيز، وين تروح وين؟ ها خطره خطره، لا يشوت فيراتي ماركوس، الله يستر، لا لا فيراتي. الدقيقة 61 شباب شباب ركزوا، حلوة يا جيتنز، هذا مدافع العب يا عمري، جول، لا
اوفسايد يا الله. تعال روخو تعال ممكن من عرضية لأنك لاعب طويل. كولين انت بعد تعال. الياس تعب. ودي نزل هاردي يا شباب بس خلنا وسطنا خلنا قوي. جولر هذا تعال نزل بدل فيجا. يلا تعال شارك. نشط شوي خط الوسط. لاعب شاب ينزل دقيقة 72 ما عنده مشكلة. اطلع نونيز اطلع اطلع والله دمرت الكلوب. اصعد 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 يا عمري اصعد. لا لا يا اروخو لا والله كانت على التمريرة الاخيرة يا حبيبي على التمريرة الاخيرة. اوف 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 لا تخلوه. لا دقيقة 75 الله يستر. شباب شباب اريد الكل يركز يا عمري على الدفاع. فيرجن خطير. فيراتي انا اعرف هذا السيناريو هذا السيناريو شايفه شايفه قدم 4-3. قلت لكم لا يغركم لا يغركم شيء. دي ان دفاعنا ضعيف. احنا فعلا دفاعنا ضعيف. انهار والله الدقائق الاخيره ينهار. لعب له يا سلام. الله 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 يا عمري يا عمري يا عمري. يا سلام يا سلام يا سلام. شقينا الدفاع شق. الراوخو المهاجم يا ولد يا ولد يا ولد. شوف 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 التمريرات شوف اللعب. يا سلام ما تنفي مهب الريح. الراوخو انهاء رهيب انهاء خرافي. شوف يا سلام يا سلام لاعب اسطوري. جبنا لاعب فتاك الصراحة بالفريق يا عمري بالفريق. انهيار كلوب من جديد من جديد. 5-3 على ليفربول. صمدوا شباب رجاء. الله يستر الله يستر يا رب يا رب. حلوة حلوة الدفاع. العب الهيا طويلة. يا سلام. ما فيها اوفسايد. كانت ماكو اوفسايد يا الله. والله لعبات رهيبة اسطورية جاي العب. غطي غطي غطي. اوه با 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 با. وش هذه التمريرة دياز خطير. ايوه 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 رهيب واسطوري انت. روح روح ساندرسون. روح يا ساندرسون يا خرافي. يا سلام. صعدوا شباب العب منا. حلوة 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 حلوة. جول 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 جول. الله 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 الله. 6-3 6-3 يا الليفر. 6-3. هذه تبديلاتي تبديلات خرافية تبديلات أسطورية يا الروخو. يا السلام والله دمرت ليفربول دمرتهم كل معنى الكلمة. شوف الله على الانهاء الله على الانهاء. يا رايق انت يا رهيب. هذا أوغلير تعال انزل تعال بدل جيتينز. وانت بعد تعال انزل بدل داي. تغييرات لابد منها يا حبيبي. 6-3 على ليفربول. يوم كتابة التاريخ اليوم ليلة كتابة التاريخ. مصطفى يكتب التاريخ ويتغلب على يورجن كلوب صاحب الخبرة. روح يا عمري يا سلام. يلا يا بديل يلا يا بديل يلا يا بديل. دخلت دخلت. لا 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 ماكو حظ. صعد اروخو كان متاخر بالكره. والله حاولت امرر يا شباب. خلاص صفر يا حكم. انهي المباراه. اخر الثواني يعني. هذه 3 اهداف مستحيله بهذه الثواني. صافرت الحكم نهايه المباراه رسميا. نفوز على ليفربول نتاهل. واي فوز يا شباب يا شباب. 6-3 على يورجن كلوب. والله دمرتك يا كلوب دمرتك الصراحه بهذه المباراه. حرفيا مسحت من الارض. 6-3 وعلى ملعبه ما خليته يؤدي ما خليته يؤدي يا شباب. ضعف دفاعي دفاعي تخيلوا طاقات 60 قلبين الدفاع. دخلنا مؤتمر صحفي بعد المباراة. خلينا نشوف الأسئلة ما بعد مباراة. 6-3 على ليفربول نتيجة كبيرة والله. هل توقعتم الفوز اليوم المدوي؟ فعلا مدوي. راح أثني على اللاعبين كل الفضل للرفاق يعني اللاعبين نثني عليهم أكيد حتى نرفع معنوياتهم. أداء جدير بالملاحظة من أروخو اليوم. هل من تعليق؟ أداء رائع في المجمل. ركز في المجمل ليس فقط أروخو. نعم الفريق كله أدى. هل سارت مباراة اليوم كما أردت لها؟ حان الوقت للتركيز على مباراتنا القادمة. خلاص لا تكثرون كلام. اوكي جتي تقارير بعض اللاعبين وعندنا اتفاق لبيع لابورت 17 سنة RW 57. والله ودي تتطور انت ومو RW RM. 4% شرط عند البيع حصلنا يا شباب. والله راح اوافق. خلي يروح اذا هذا يروح خلي يروح مو مشكله. اوكي طلع من عندنا 380,000 دولار وعندنا 4% شرط عند البيع. راح تجينا الفلوس بعدين لكن تفاوض يعتبر سيء للاسف. هسه مباراتنا ضد الفريق اللي قبلنا بجدول الترتيب. فرق نقطه واحده بيننا وبينهم. لازم نفوز عليهم ان شاء الله. شوف يا شباب يعني مو فزنا على ليفربول معناته راح نفوز بالمباريات البقيه. ترى هذه لعبه. حتى لو بالحقيقه ممكن تنجح بمباراه مباراه ثانيه تفشل يعني عادي. فريق ضعيف يفوز علينا فخليكم ريلاكس. راح ادخل المباراه انا خايف وراح
راح اسوي بعض المداوره بهاي المباراه لين ما اريد الاصابات الله يستر. ساندرسون اعتقد صارت طاقته 82 المفروض يعني، نعم زادت صح كان 81. تعال اريتا تعال انزل انت اساسي بهاي المباراه. والله البقيه جاهزين تدرون، والله اللاعبين جاهزين، ممكن ننزل هذا بس خلينا نريح جيتينز الشوط الاول بس يا شباب خلي. لا والله مباراه مهمه مصطفى ما يصير. اوكي خلي اللاعبين نفسهم شباب، ما راح اريح اي لاعب. الله يستر مباراه على ملعبنا طبعا وامام جمهورنا. الى المباراه يا رب الفوز، شيء صعب شيء مو سهل. نزول اللاعبين الى ارضيه الملعب، فيجا الاسطوري لحد الان سجل 4 اهداف باخر 3 مباريات، متالق ما شاء الله. وهذا ملعبنا يا ولد، هذا ملعبنا الخرافي. يلا يا رب يا رب نفوز بالمباراه. والله فيجا تدرون ودي ما فيعه، تدرون ودي يعني هو 25 سنه هو رجع لنا واجانا، فودي يبقى ويانا لحد ما نجيب البطولات وهذه الامور ويظل. تخيلوا يعني هذا الشيء والله يكون اسطوري، رغم انه نقدر نستفاد من فلوسه. فرايكم يكون هو الاساس يعني مع ساندرسون والشباب؟ يلا صافره البدايه. الله يستر مصطفى، ركز ركز ركز، اهم شيء تركز على الدفاع قبل الهجوم. لا 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 انت ركز يا اريتا. خطير، اوهو يعني شوف ليفربول مباراه كامله ما قدروا يشوتون هذه التشويته، شلون شاتها بهذه الطريقه وحطها بالتسعين، خطير والله خطير. حكم يا حكم حكم حكم، 4 اصابات صارت لي من هذه الضربه، اصفر انت يا احمر يا حكم. شوف التدخل اوه على الياس، اوف اوف اوف, أوف على العنقله. لا 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 حلو 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 الدفاع، خطير يا عمري يا حارس. دقيقه 27 هجمات بالجمله علينا، حكم طرد، طرده يا حكم والله طرده، ما يصير بهذا الشكل يا حكم. يعني وقفت اللعبه وهجمه انه مرتده وسريعه، طرد والله احمر. اي احمر والله احمر، اي يا حبيبي روح يلا 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 على البيت يلا. ممكن يكون مؤثر هذا الطرد بالمباراه يا شباب، تدخلات على قدم اللاعب يعني. شوف 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 شوف, شوف, شوف. جاي يسوي هذا، جاي يسوي ها جاي يسوي هذا، احمر مع حرمان لمده 50 سنه سجن، مو بس حرمان. يا سلام جيتينز، لا لا يا جيتينيز والله سهلة يا جيتينيز، قوي نهائك يا ولد. اوكي 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 بعد عندنا فيجا، الله 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 اطربني 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 فك الدفاع. يا سلام الله عليك يا ولد الله عليك، شفت الدفاع شق الدفاع، فك 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 مثل ما تفك ربطة حبل، فك على كيفك وهدي وفك الدفاع وروح سجل يا جيتينيز هدف التعادل. شوف 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 التمريرة، شوف الله عليك يا ولد الله عليك على الاسيست. يا سلام يا فيجا، حد الان فيجا اداء عالمي بهذا الموسم، مصيبة هالفيجا هذا الان. اوكي جيتينيز سجل جيد، خلي يستعيد ثقته بنفسه لان احس انه غايب على التسجيل عكس ماتيز تيل، وبعد عندنا الياس يا شباب. جيتينيز بعد من اللاعبين المهمين اكيد، خطير خطير خطير، حلو 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 يا حارس. يا سلام يا سلام يا حارس، روح ماركوس الونسو جيتينيز. الله 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 الله، ماتيز تيل هدف ثاني. اوكي ريمونتادا ريمونتادا ريمونتادا، نفرح او نفرح جماهيرنا بهذه المباراه على ملعبنا وامام جمهورنا. المباراه من 1-0 الى 2-1 بعد الطرد، الطرد اثر عليهم. شوف التمريره يا سلام، والانهاء يا عمري يا عمري على اختيار الزاويه، يا عمري على الدوران يا ماتيز تيل، يا سلام بالقدم الضعيفه بوم، رهيب رهيب ماتيز تيل. نتيجه 2-1 هسه. اوكي والله مشكلتي بخط الدفاع، بس لو جيب لي خط دفاع حلو اوف، فريق قوي فريق محترم يا شباب، فريق هذا ينافس بالدوري الانجليزي يعني، مو على الدوري لا، ينافس على متوسط الدوري الانجليزي. انا اشوفه فريق ممتاز جدا، بس يحتاج قلبين دفاع بس، ولاعب محور بعد لا تنسون المحور عندنا ضعيف. يلا 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 تعال 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 روخو. جولير بعد اريده ينزل، تقولون انه هذا خليفه مسعود اوزيل، او هو مسعود اوزيل لما يعتزل يتحول الى الفيفا بيها نسخ ثانيه تصير، فتقولون انتم تقولون انه هذا خليفه اوزيل، ما ادري انا يا شباب حاليا بس هالتغييرين ولا حتى الظهير. والله ودي ماركوس الونسو خليه يطلع يرتاح، نلعب مباراه ذيك كامله وادى بيها فتعب، خلي ننزل الونسو هذا بعد هذا ما نقصر ترى لاعب جيد. يا عمري يا الياس ركز، والله فكينا الدفاع يا الياس، انت الوحيد اللي عليك اللمسه كانت القبل الاخيره. يا سلام حطها حطها، الله لا 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 ضاعت ضاعت ضاعت، يا العارضه نقذتهم والله العارضه، افا افا يا العارضه. كسره كسره ولا تخله
كس اوف 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 رهيب رهيب اسطوري ناري خرافي يا سلام. العب 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 لا 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 جيتنز حكم صفر والله انتهى الوقت حكم حكم اوكي مبروك الفوز يا شباب مبروك لثلاث نقاط ان مباراه صعبه على ملعبنا وامام جمهورنا جاي نعاني دفاعيا الصراحه وله الدفاع بالاخير شلون قطع الكره باسلوب رهيب هاي الجرينتا صعدت عنده اوكي هاردي يريد يشارك يا شباب وانا خلى اصلا مستقبلي انت بحساباتي لا تقلق انتونسون جاء العرض على سبيل الاعاره كم مده العرض خلينا نسوي له تفويض هذا اللاعب انغدرت بالشراء الصراحه مع خيار الشراء ابيعه اكيد 700 الف حلوه تجينا بنهايه الموسم اعاره موسم كامل خليه يروح ان شاء الله يروح من عندنا اكون هذا طاقة 70 عمره 19 سنة تقولون انه يتطور هذا بعد جاي الراقبة اتوقع اي نعم بعد ما جت المراقبة مالته وهذا بعد جاي الراقبة لعب ريال مدريد انجليزي يلعب ريال مدريد والله اللاعبين الانجليزي شوية زحمة يعني خاصة الدفاع ما يكونون جيدين دائما يا شباب نادرا فما ادري والله ان شاء الله نحاول نشوف اوف هذا طاقته حلوة هذا طاقته رهيبة ساوثامبتون الاعارة يقبلون لا مشكلة كاباك 75 تركي 8 مليون قيمته اعارة تقبلون بعد ما يقبلون انا اريد اعارة طلعوا لي لاعب اعارة تقولون لوزا لا يروح من عندك ما اعرف ليش بس 24 77 طاقة يا شباب ما اشوفها انه افضل شيء الصراحة يعني مقارنة باللاعبين اللي عندنا ذا جيب احتياط عادي بس هل راح يرتفع سعره هنا السؤال 14 مليون قيمته غالي ترى انا ما يعني انا مليونين عندي جاي احكي بال 14 مليون جوست 78 26 سنة بعد ما يتطور بس مدافع احنا بحاجة الى دفاع تسارع اوف قوي 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 اي قوي انت تعال تصلي اعاره شباب 15 مليون ما عندي اعاره كيركي جال عرض اعاره جيد ال بي والله ودي لان عندي لاعبين في اعاره للشراء تفويض عمره صغير هو ها عمره 17 62 والله طاقته حلوه بدون شراء بس اعاره لمده موسمين اذا راح حلو خليه يتطور ويرجع هذا جاء لعرض اعاره لا انت رفض اريدك انت الاحتياط لجيتنز حتى نشتري لاعب احنا 20 نقطه الفريق اللي راح نلعب ضده عنده 18 نقطه طبعا احنا بالمركز الرابع حاليا الفرق عن المتصدر 7 نقاط يبقى لكن هدفنا يا شباب هو المركز الثاني على الاقل ليش حتى نتأهل مباشرة للتشامبيونشيب إن شاء الله طبعا فريق الأداء ما شاء الله عالمي إذا جبنا مدافعين خلال هذه الفترة راح نقدر بإذن الله نصعد بسهولة وناخذ حتى البطولة لازم نجيب مدافعين لأن فريقنا قوي أنا أشوف أن الفريق جاهز بنينا فريق ممتاز يعني تخيل ديربي كاونتي خلفنا ممتاز جدا ممتاز حاليا 11 جولة بس لاعبين طبعا المباراة بعد على ملعبنا وأمام جمهورنا من راح يشارك أساسي نفس التشكيلة ما معقولة مصطفى لازم شوية يسوي مداورة على ريتا خلي داي الونسو هذا اريد يشارك اساسي خلي يتطور شوفوا قلوب الدفاع هذول الثلاثه ضعف مو طبيعي عندنا هنا شوف محزنه هذه الارقام يا شباب والله تقتل يلا مباراه راح تصير الظهر على ملعبنا وامام جمهورنا خلي نروح للمباراه صديقي اذا انت مستمتع لايك اضغط لايك انزل حط اللايك واشترك بالقناه اذا انت جديد بس اذا انت قديم اهم شيء زر اللايك اريدك تفجره فجر هذا الزر الرهيب فخلينا نوصل 12000 لايك يا صديقي لا توقفونا على 10000 لا خلونا 12000 فيلا الكل يضغط زر اللايك فاينل بارك على ملعبنا امام جمهورنا يلا بسم الله صافره البدايه شباب بدون معاناه يعني ان شاء الله الفوز ها يلا فوز اهم شيء ثلاث نقاط والله حتى لو معاناه اهم شيء فوز يلا حاولوا تفوزون يا سلام لا تل لا يا تل لا 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 يا تل اخ كانت ممكنه يا تل حلوة تل بيده اوكي نزل شوت الله اقوى يا ولد حكم والله التدخلات متعمدة هذه داي يا عمري يا سلام هدف اول حلوه جيتنز استعاده الثقه تامه ان شاء الله لهذا اللاعب يلا 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 باذن الله نسجل بعد 1-0 نتقدم نحاول نحافظ على الجول حلوه بهاي الاهداف اختراق من العمق شوف 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 ماتيز تيل الى جيتنز لانهاء يا سلام انهائك رهيب شوف التمريرات شوف الانتقالات تيل يلا الله لا يا العارضه حلوه ماتيز تيل والله جاي ادي ما شاء الله 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 على المثلثات يا سلام تعال روخو يلا تعال شارك ولا تزعل هاردي بعد تعال شارك يلا فيجا ريح اجولر هذا بعد يا شباب خله يشارك عرضيه واحد لا سيئه ركنيه ثانيه جيد مفروض الاوفسايد تفتحوا يا شباب حلوه يا حارس اوف 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 ما اريد اندم على التغييرات حاولوا تخلصون المباراه بالفوز روح أروخو
اروخو دخلي. لا 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 اروخو يلا هاردي يا سلام سهله بيد الحارس المفروض ما شوت لان اللاعب ما يعرف يشوت. نزل يا عمري حلوه الياس العب لاروخو هذه جول. لا شلون تضيع يا حبيبي شلون تضيع. أريتا راح ينزل آخر الدقائق وعندنا جولر بعد تعال ننزل بدل ساندرسون آخر دقائق يا شباب مو مشكلة. خلاص انتهت المباراة فزنا 1-0 فوز مهم أخذنا 3 نقاط على ملعبنا. والله يا مصطفى أنت داهية الصراحة لحد الآن. مستكشف فرنسا إجا أوكي 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 هذا اللاعب حلو تعاقد صعدنا لاعبين حارس 56 والله حلوة 56 خطة التطوير يلا يا رب يتطور. عندنا هذا طاقته 50 سي ام ممتاز يا رب تزداد. هذه هي الاكاديميه لحد الان يا شباب ما اشوف انه لاعب ممكن يصعد. طبعا طاقه 60 راح يصعد الفريق الاول اذا شفنا المتوقع عالي مثل هذا راح نصعده من يوصل 60 ونروح نبيعه هكذا انا امشي يا شباب. اذا المتوقع عالي يبقى بالفريق يعني هذا الحارس ممكن يبقى الشكل انا جاي امشي. كيرك سنتين بدون خيار شراء راح يرجع لنا اللاعب ممكن نبيعه بعدين يا رب يرجع لنا يعني طاقه بال70 نقدر نبيعه بسعر حلو. اجولر ما ادري والله اجولر اعاره اي والله اعاره ما ودي ابيعك حتى اعاره مدى القصير اخ والله ما ودي يا شباب لا لا رفض رفض خله. عندنا مباراه كاس وهذه البطوله اللي مفروض نسوي بيها المداوره هي البطوله الانديه الضعيفه حاليا احنا لاعبين مباراه عندنا فوز بس ايش رايكم اروح اشوف كم لاعب حر. اوكي شباب ما شفت الصراحه لاعب ممكن يكون جيد الا هذول الاثنين ما ادري هذا من الاول عندي او جاي راقبه او لا اعتقد بس هذول الاثنين اللي شفتهم. هذا عجبني السرعه والتسارع عنده حلوه فخلي تجي تقارير المراقبه احنا نتعاقد ويا اللاعب عنده قيمه شوي او ممكن يتطور حتى نبيعه يعني. المباراه هذه المفروض يعني شوي نريح بعض اللاعبين. كولين تعال انزل اساسي الياس شوي تعبان داي بعد تعال انزل تعال اطلع العفو ساندرسون ودي تريح الشوط الاول حتى هذا قلب الدفاع راح يطلع عندنا هذا ينزل بداله الله يستر. مباراة صعبة يا شباب والله لان دائما هذه البطولة تصير بها المداورة ونعاني بها شوية ولو الاندية ضعيفة بس جاي نعاني. حلوة حلوة جيتنز يلا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اروخو انطلاقة سريعة من جيتنز ويروح ويعدي ويدخل ويعرق واروخو بالراس يحطها بالجول نتقدم. اروخو ما ادري ليش احس انه مثل بيتر كراوتش اذا تذكرونه بيتر كراوتش شي اسمه كان يا شباب طويل لاعب طويل انجليزي. شوف يا سلام على الانهاء حلوة حلوة الرأسية لا حلو حلو حارس والله كان ممكن تصير بلنتي تراها الحمد لله ما جاء التدخل على قدم اللاعب. يا سلام جعله يا عمري لا 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 والله اللعبة صح الانهاء ما كان صح. تعالوا تعالوا شباب اقتربوا من عندي يلا فيقا يلا الله عليك يا عمري يا عمري يا عمري على الانهاء. يا سلام تألق اسطوري لهذا اللاعب اليوم خرافي يا فيقا والله اسطوري ده انت يا ولد خرافي خرافي يا فيقا اسطوري انت نفس المعنى شنو. يلا المهم يا شباب شوف 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 شوف, شوف الانهاء شوف يا سلام يا سلام كراته رهيبة هذا الولد فيقا. لا لا يا روخو لا انت ويانا لو ضدنا يا حبيبي مدافع ولا شنو. حلوه الونسو الونسو حطها اوف اوف اوف, أوف. اروخو تمركزه رهيب بالراس يا عمري لا لا حارس هي هي هذه المرة هي نكررها ونعيدها ونسجلها بالمرة الثانية. يا سلام عليك يا سلام اوكي وأنينا على النتيجة 5 تغييرات او 4 تغييرات عندنا ما اعرف شو 3 4 5 ما ندري راح نشوف كم تغيير راح نسوي كل التغييرات. اروخو خله يلعب مباراة كاملة اوجلر هذا خله ينزل هاردي بعد خله ينزل والله بس تستل بعدين ينزل اي والله ما نسوي تغييرات زايدة على اللزوم. يلا خلي اللاعبين بقية يلعبون ممكن اريح فيجا يا شباب ننزل ساندرسون روح يلا يا رب يا رب الهدف الرابع لا مو الحارس مر العدل وين الدفاع شباب حارس رجع حلوة حلوة حارس خلصنا كل تغييراتنا شباب. يا سلام خلصت المباراة لا يا حكم المفروض ما تنهيها حكم بعدها هجمة لنا. المهم فزنا يا شباب 3-0 تأهلنا ممكن إيه لأن مجموعتنا بها بس 3 أندية خلاص انتصار انت أهل. كيرك ما راح ينتقل جيتينيز أتوقع أداء جيد منك. أنتونسن أوكي والله ودي أبيعك قبول يلا قبول إعارة مدى قصير روح. احنا 23 نقطة الفريق راح نلعب ضده 27 نقطة احنا بالمركز الرابع وراح نلعب ضد المتصدر اي نعم يا شباب ضد المتصدر فوزنا عليهم راح نقلص الفارق إلى نقطتين بس اي نعم
نقطتين بس شباب، ان شاء الله نفوز، الله يستر. طبعا اذا فزنا اوريدي راح نصعد للمركز الثالث 100%، ممكن حتى مركز ثاني اذا تعثر شفيلد ويد، لكن احنا همنا نقلص الفارق مع المتصدر. مباراه قويه، الله يستر. طبعا هسه احنا يوم اكتوبر او شهر اكتوبر، يوم 7 اكتوبر، 7 من شهر 10، بعدنا بدايه الموسم. انا ودي يا شباب اظل على البناء هذا البطيء، الحلقات البطيئه، ما امشي بسرعه بسرعه بالسلسله. فاذا تحابين بهذا الشكل اللايكات يا شباب حتى نلعب اكبر قدر من المباريات. التصوير اصور المقطع أنا ساعتين ونص أو مرات للساعات أو ساعتين، فهذا مدة التصوير مالتي، فتكون كل بين يوم ويوم إن شاء الله مقطع. إذا حابين المشي البطيء لايكاتكم، حطوا لايك، حطوا لايك، لايك غزو أريد يصير على اللايك يا شباب. هسه الكل ينزل يحط لايك. أوكي، مباراة صعبة والله، يعني ماتياس تيل، جيتنز، إلياس، هي التشكيلة الأساسية راح ننزل بيها، أكيد ما راح نغير بالتشكيل شيء، لكن داي أتوقع راح نريحه، ننزل أريتا. أريتا أكثر سرعة، وهذا النوع من المباريات أنا أفضل أريتا الصراحة، إن ذول الاثنين لياقتهم تعبت من المباراة اللي راحت، لعبوا أساسيين بس ما شاء الله قدموا مباراة أسطورية. ما علينا، الفريق إيش راح يسوي ضد المتصدر؟ وبعد الساعة بالثنتين ليش كل المباريات الظهر؟ كل مبارياتنا طبعا هالمباراة خارج ملعبنا على ملعب المتصدر. انا بالنسبة لي اذا اطلع بنقطة شيء جيد، بس طموحي للفوز ان شاء الله. اوف هذا مبين سريع، كول خطير 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 خطير. لا 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 يجي هدف من البداية يا شباب. يا سلام، روح أريتا يا عمري يا عمري. الله 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 الله، هدف مدروس. 1-0 جيتنيز نتقدم، دقيقة 7 مباشرة، تمريرات خرافية، اختراق رهيب، تكتيك، تمرير، جول، يا سلام. شو شباب، شو 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 شو, شو التمريرة، شوف فيجا. الله الله الله، أربع عيون عندك ولا وش يا ماتياس تيل؟ تمريرته كانت خرافية ما شاء الله. روح جيتنيز لإنهاء حلو، ركزوا شباب، يلا 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 تيل، حلوة لعب الذاك. أريتا، أريدك شوت، أريدك شوت، وحدة أقوى أقوى أقوى، صدقني لو رايحة قوية على الزاوية تروح جول. يا سلام. لا 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 يا الله على تمريرتك يا ساندرسون يا رهيب. شنو هاي؟ أوف 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 أوف، تمريرة ولا شنو؟ رهيب أسطوري. إيه ماكو أحد. أوكي أنت مدافع، أرجع لهذا. فيجا فيجا فيجا، عذب الحارس والله، تعذب على ملعبهم. المباراة دمرناهم يا شباب، خطير. لا 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 لا، ضيعنا والله، والله ضيعنا. اوف 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 اوف، على الهجمة السريعة والله نار الفريق، بسرعة اشتعل بالهجوم. شوف 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 شو 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 الانطلاق. اوف 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 اوف، المدافع المدافع جاب بيه العيد رقم 3. حلوة 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 حلوة، يا ولد فكينا الدفاع من جديد. 2-1، ممتاز يا عمري ممتاز. المرة اللي صنع دافز المحور هو اللي صنع الجول، يا سلام. حلوة فيجا، روح تل يا عمري. ايه ايه ماتياس تيل، يا سلام. هدف ثالث، 3-1 بالشوط الاول، تكتيك بالملعب اسطوري. شو شو التمريرة من فيجا، يا سلام. فيجا وساندرسون ماسكي لك الدفاع مسكة قوية، محتاج لاعب خبرة، محور محور خبرة راح ينهينا مشكلة الاهداف هذه المفاجئة اللي تكون علينا بصورة سريعة والارتدادات هذه الخطيرة. ترى ودي شباب اشتري مدافعين وهذه الامور، بس ما عندي فلوس، يعني هي الامكانية هي اللي تحكم، انت مو بكيفك، فلوسك. عندك فلوس تقدر، ما عندك فلوس ما تقدر، اكيد مليونين شو تجيب لك، ما تجيب لك شيء. تصبر تمشي حالك بقوة الهجوم مالتك، شيلها لا تنطي مجول. يا عمري يا عمري يا أريتا، يا سلام. لا 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 لا، حارس حارس، حلوة حلوة من جهة اليمين بالدفاع، ماسكها ظهير يمين خرافي، لكن لكن قلوب الدفاع الله يستر منهم، قلوب الدفاع حارس. اوكي برا برا، يلا اروخو اقولار، تعال شارك. كم سرعتك والله؟ سرعة الجري والتسارع ما عنده، مو افضل شيء يعني الصراحة، بس مو مشكلة. الونسو تعال شارك بدل الونسو. هاردي بعد تعال شارك اتوقع، او جولر جولر جولر، مباراة صعبة، خلي جولر ينزل بدل فيجا. لا لا، حارس شيل يا عمري، يا سلام يا حبيبي يا سلام، خلاص
انتهت المباراة فوز 3-1، فوز جديد على المتصدر، قلصنا الفارق إلى نقطتين بس بيننا وبين المتصدر. اليوم أدائي ما شاء الله عالمي، أعتقد لأن نايم وقاعد الصباح يا شباب وجاي يصور نشط ما شاء الله، أداء رهيب. جدول تطور فيجا وصل ل 83، ممتاز 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 ممتاز. أوكي قدم الضعيفة صارت عنده 4 نجوم يا شباب، نطورها بعد 89 أسبوع، لا صار يطول، صار واجد يطول يا شباب بالتطوير فيجا. أوكي هل حانت لحظة بيع فيجا؟ خليه يتدرب على دينامو، صراحة أسطوري ما ودي أبيعه. 83 ترى 25 سنة، أسطوري أسطوري وجبناه مجانا. بس يا شباب يعني لازم ما يطول عندي أكثر من 27 سنة، ليش؟ حتى سعره لا ينزل، أو 28 سنة أكثر شيء، شو تقولون؟ وهذا جدول تطوير ساندرسون طاقة 82. أوكي وسط يستخلص الكرات، معدل دفاعي راح يرتفع عنده، والله ودي حلوة إيه حلوة. 13 أسبوع وسط مركزي، مهارة وهذه الأمور مضبوطة عندنا. إيه والله هذه وسط يستخلص الكرات، خلينا ارفع شوية يا شباب. كان ودي ارفع بالجانب الدفاعي لكن يا شباب اشوفه مو مهم، مو محور، هو محور هجومي. خلينا نقول خله وسط يستخلص او وسط مركزي، خله وسط مركزي، خد ترتفع الرؤية عند اللاعب. اجتي بعض التقارير، 73 19 سنة، 7 مليون اعارة، ما يقبلون. ليش ما تقبلون؟ اكون بعدك ما تقبلون اعارة، والله بعده ما يقبلون اعارة. هذا ال LB 68 18 سنة، والله يعتبر جيد، تسارع مو افضل شيء الصراحة، التسارع والسرعة. مليونين حلوة ذا إعارة، ليش ما تقبلون إعارة؟ شو يقول؟ عقده قليل، انت بعد عقدك قليل؟ لا هذا غير مهتم. فيتيك 20 سنة ما قدروا ينطونا إعارة يا شباب، عقده قليل بس قيمته 9 مليون، ما عندي والله هذه القيمة الصراحة. بيلي اوكي انت والله انت حلو، انت حيل حيل رهيب اذا تجي. شلون راح نشتري لنا مدافع؟ يعني شوف هذا قيمته 22 مليون، قيمة صارت تعلى. توديبو 24 مليون، مشكلة والله يا شباب، ولا واحد انديتهم ما جاي تقبل تبيعهم. ميزانيتنا 2 مليون بس، دخلنا الاسبوع قليل. ريماي هذا اللاعب لازم يصعد للفريق الاول ونبيعه لان 17 سنة عمر اللاعب. فها هذا شنو هذا؟ ايش عنده هنا؟ 56 بس يوصل 68، اعفاء، مستكشف مضروب ولا شنو؟ اوكي هذا السي ام يا شباب راح اصعد للفريق الاول ونعرض البيع. هسه مباراتنا ضد فريق عنده 6 نقاط بس، لازم ما نضيع النقاط ان شاء الله. طبعا احنا بالمركز الثالث حاليا، المتصدر شفيلد ويد اللي اخذ 28 نقطة صار عنده فرق نقطة واحدة احنا بس على صاحب المركز الثاني، بس والله ما ودي انه ضيع النقاط ضد هذه الاندية، فراح نسوي احنا المداورة لكن معقولة يعني، دا يخلي ينزل اساسي. فلاين تعال انزل لي بهاي المباراة، تعال شارك خلينا نشوفك. بلاك بورن يا شباب هذا اللاعب ما اهتمينا به طبعا، و51 انا عرضته للبيع. الياس وصلت طاقته 76، حلو. جيتنس لا يا العارضة، اوف 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 القائم. تأثرنا بالمباراة السهلة اللي ما كان المفروض نتأثر بها الصراحة. احنا بالمركز الرابع، رجعنا بالترتيب، يلا الله وياك، روح اطلع. انتونيز هذا جبناه بالخطأ، طبعا اعطيناه اعارة 6 اشهر، ان شاء الله ينباع، اذا ما انباع حتى اسوي له حذف بعدين مو مشكلة. اوكي مستكشف البرازيل، حلو. هذا اللاعب الاول، هذا اللاعب الثاني، وهذا اللاعب الثالث، 3 لاعبين، وهذا الرابع بعد صعده، 4 لاعبين من مستكشف البرازيل، ممتاز. ار بي ليش ما يجيبون قلب دفاع؟ شلونك دفاعيا؟ والله ما ادري، هل احوله دفاع يا شباب سي بي يعني او اسبوعين؟ اي والله ممكن احوله سي بي شباب، تدرون بس هو عنده قوه تصويب عاليه، سرعه جري. حوله مصطفى، حوله سي بي. اوكي خلينا نحول سي بي يا شباب، اللي راح نضل ما عندنا سي بي اذا ما نحول. عندنا لاعبين سي ام، جاب لنا سيلفا وجاب لنا هذا بعد، بس 48 يتاخر، يلا يتطور. اوه كم يلا هداف ظل. اوكي احنا 14 اكتوبر يا شباب، اعتقد خلينا نكتفي اليوم، مشينا ادينا، قدمنا اقوى مباراه بالسلسله لحد الان ضد ليفربول. بقى عليك يا صديقي اللايك والاشتراك بعد بدربك اذا انت ما مشترك. شكرا للمشاهده، سلام عليكم.